عايز بس ابارك على لنادي المقاولين كابتن اتفضل. ماهر مع المهندس طبعا مع محمد عادل مشرف عام على كره القدم بنادي المقاولين، وشخصيه من الشخصيات بقى الجميله والمحترمه جدا في مجال الرياضه طبعا في مصر وكره القدم. باشمهندس ازي حضرتك؟ اهلا كابتن محمد طروق، تحياتنا وتحيات كابتن ماهر امام وكابتن محمد حشيش في الاستوديو معانا. اهلا الصحه والبركه. اهلا باشمهندس كابتن محمد حشيش مع حضرتك برضو معانا في الاستوديو، بيبارك لك كابتن الاهلي دي. اهلا بيك، مبروك يا باشمهندس، مبروك، الف مبروك. بنستمتع بمقالاتك الاول كابتن محمد باشمهندس قبل ما ما نخش لا حقيقي فعلا، لكن مبروك النهارده، فوز قوي وفوز مميز لنادي المقاولين النهارده على فريق اسماعيلي اللي بينافس بشكل قوي جدا على صداره بطوله الدوري يعني. ولكن الجزئيه طبعا هتقول لي المباراه، ولكن المقاولين رايح مره فوق ومره تحت، ليه كده يا باشمهندس؟ لا والله يعني مش للدرجه اللي حضرتك بتقولها. يمكن انا كنت عم امبارح مش عايز اعيد تاني. الحكام ظلمتنا مباريات كتيره قوي، يعني ما كناش نستحق فيها، واخرها عيد الماتش الكراجه بس وهي ضربه كده. لا يمكن الدنيا تبقى على النظر كده. لكن الحمد لله احنا عندنا فرقه كويسه، عندنا اولاد مقدره المستدية، عندنا محافظ من اول السنه ان هم يدخلوا المربع الذهبي، عاملين اللائحه كلها بموافقتهم على المربع الذهبي، وان شاء الله بنلعب كره حلوه. عندنا مدرب واعد جدا مع جهاز فني محترم بيساعده فان شاء الله نعمل حاجه كويسه. يعني وانت بتتكلم حضرتك يا باشمهندس الهدف محطوط، يعني هدف فريق المقاولين السنه دي هو المربع الذهبي. مش عايز اقول لك ان انا امبارح وانا قاعد مع وسط اللعيبه قالوا لو احنا المفروض كمان تضاعف نسبه الخصم لو مصطفى راح للمربع الذهبي. ده حاجه جميله جدا صحيح. وهذا الحماس وان شاء الله ربنا يحقق لهم اللي هم عايزينه. طب سر المباراه باشمهندس، انا عارف حضرتك بقى فنيات عاليه جدا، شفته ازاي؟ شفت فرقتين بيلعبوا كوره، وكانت الفرقتين من الفرق اللي بتلعب كوره حلوه، كانت كوره كويسه. شفت كل مدير فني عامل حساب الفرقه الثانيه كويس، لكن احنا عندنا برضو بعض لعيبه مميزين، هم عندهم لعيبه مميزين، كانت الحمد لله فرصنا احسن من التاني. طب باشمهندس المباراه قدام امام مين ان شاء الله؟ الاتحاد السكندري لسه طبعا اتحاد كسبان النصر، ودايما لسه كنا بنقول ما فيش مباراه سهله في الدوري الممتاز. خلاص يا باشمهندس كله ودي حلاوته وبيفرز لعيبه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باشمهندس الف الف مبروك يا باشمهندس محمد عادل طبعا المشرف العام على كره القدم بنادي